المفعول المطلق. اقرأ هذه الأحداث لتحصل على قصة جميلة ثم استنتج منها القاعدة. كان عندنا في الحظيرة خروف جميل، صوفه ناعم طويل، وكان له قرنان كبيران، وكان يحب نطح الدجاج وبعثرة الطعام واللعب مع الأطفال الصغار، يطاردهم بقرنيه كل نهار حتى لا يركبوا على ظهره كأنه حمار. كنا نخاف منه لكننا نحبه ونسعد حين نراه، ونقلد صوته في سرور ونداه حتى يغضب ويثار. وفي يوم من الأيام خرج الخروف من الحظيرة خروجا، ودخل إحدى غرف الدار، وفيها رأى مرآة كبيرة على الجدار. تأمل الخروف في المرآة تأملا واحتار، وشعر بغيظ شديد يشعل قلبه وصوفه كالنار. فقد كان لا يصدق عينيه حين رأى خروفا آخر في المرآة ينظر إليه يريد أن يكون له منافسا وشريكا. فحرك الخروف الغاضب رأسه تحريكا، وفعل الخروف الآخر مثله وحرك رأسه تحريكا، فقام الخروف بشتمه، وهنا قام الخروف الآخر بشتمه والرد عليه. وكان لا بد أن يحافظ كل منهما على كرامته، فليس أغلى من الكرامة شيء. فرجع الخروف إلى الخلف رجوعا كي يستعد للنطاح والدمار. فرجع الخروف الآخر إلى الخلف رجوعا ثم التقت القرون الأربعة عند الجدار، ونطح الخروف الخروف نطحا عنيفا فظيعا، فانكسر قرناه بعد أن نال مراده ومناه، وسال على وجهه الدم الأحمر الحار. آه آه، لكنه معجبا بنفسه وديعا، مستمتعا بهذا الحدث السار، تبسم تبسم الأبطال وقال ثلاث مرار: نعم تكسر قرني، نعم تكسر قرني، نعم تكسر قرني، ولكن يكفي أني غسلت العار، وانتقمت لكرامتي انتقام الأحرار. ودون سابق إنذار لاذ الخروف الجبان بالفرار وأسدل الستار. بعد أن حكيت لكم يا أبناء الأحباب هذه الحكاية الجميلة المليئة بالحركة والمتعة، نبدأ في مناقشة بعض الكلمات الملونة الواردة فيها، وسوف أجري معكم حوارا حول هذه الجمل الثلاثة. الجملة الأولى: حرك الخروف رأسه تحريكا. نطح الخروف الخروف الآخر نطحا عنيفا. انتقمت لكرامتي انتقام الأبطال. في الجملة الأولى كلمتان متشابهتان في الحروف. اذكر هاتين الكلمتين ونوعهما. سنجد الجملة الأولى تقول: حرك الخروف رأسه تحريكا، والكلمتان المتشابهتان هما حرك وهي فعل ماض، وتحريكا وهي اسم. سؤال آخر: هل يمكن أن نحذف الكلمة الثانية دون أن يختل معنى الجملة؟ نعم يمكن ذلك، فنقول: حرك الخروف رأسه. سؤال آخر: ما الذي أفاده وجود كلمة تحريكا في الجملة طالما أننا قد حذفناها ولم تؤثر في المعنى؟ إنها جاءت لتأكيد الفعل يا أحبابي. بما تسمي مثل هذه الكلمة؟ ستكون الإجابة: أسميها المفعول المطلق. تخير الصواب. ما الذي تلاحظه فوق آخر كلمة تحريكا؟ الضم أم الكسر أم الفتح؟ أحسنت، الإجابة الصحيحة الفتح. وبالمثل يا أحبابي في الجملتين الأخيرتين،
فنحن نعرب نطحا مفعولا مطلقا ونعرب انتقام مفعولا مطلقا. سؤال آخر: ما الذي تراه بعد المفعول المطلق في الجملة الثانية والجملة الثالثة؟ أرى كلمة عنيفا تصف نطحا، وكلمة الأحرار تبين نوع الانتقام للكرامة. سؤال آخر: ماذا أفاد المفعول المطلق في الجملتين الأخيرتين؟ أفاد بيان نوع النطح وبيان نوع الانتقام. من خلال هذه المناقشة السابقة يا أحبابي، نستطيع أن نستنتج القاعدة: المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يذكر لتوكيد الفعل أو لبيان فعله. المفعول المطلق نوعان: مؤكد للفعل ومبين للنوع. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ قد يأتي المفعول المطلق مرفوعا. أحسنت، العبارة خاطئة، لأننا كما علمنا منذ قليل أن المفعول المطلق يكون منصوبا دائما. الآن يا أحبابي، تعالوا بنا إلى جملة من التدريبات. اجعل هذه الجمل تحتوي على مفعول مطلق مؤكد للفعل أو مبين للنوع. الجملة الأولى: ارتفعت الطائرة فوق السحاب. هذه الجملة يا أحبابي جملة فعلية، والفعل الذي نريد أن نؤكده هو ارتفعت، وتكون الإجابة ارتفاعا. الجملة الثانية: استسلم العدو. الجملة التي أمامنا أيضا جملة فعلية، وفعلها استسلم، ولكي نؤكد هذا الفعل بالمفعول المطلق نقول استسلم العدو استسلاما. الجملة الثالثة: قسم القائد الغنيمة. هذه الجملة جملة فعلية، وفعلها قسم، ولكي نؤكد هذا الفعل بالمفعول المطلق نقول قسم القائد الغنيمة تقسيما عادلا. لكن نجد أن تقسيما وصف بكلمة عادلا، ومن هنا فإن كلمة تقسيما يا أحبابي مفعول مطلق مبين للنوع، أي نوع التقسيم، وهو تقسيم عادل. سؤال آخر: أعرب ما تحته خط في الجمل الآتية: اكتنز البخيل المال اكتنازا. هذه الجملة جملة فعلية، الفعل اكتنز، والذي قام بالفعل هو البخيل، فنعربها فاعلا. أما كلمة المال فقد وقعت مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. اكتنازا أكدت الفعل الماضي، فتعرب مفعولا مطلقا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. جملة أخرى: توسل المؤمن في دعائه لله توسلا كثيرا. كلمة توسلا يا أحبابي شبيهة في حروفها بالفعل توسل، وهي جاءت لتؤكد هذا الفعل، ولذلك فإنها تعرب مفعولا مطلقا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة.